لا يستطيع الطلاب الدارسون في ثانوية الدرجاج إخفاء مشاعر القلق وهم يتلقون تعليمهم في هذه الفصول الدراسية المهددة بالانهيار. مدرستنا مش مدرسة عايشين فيها، مدرستنا محطمة مهددة بالانهيار. قرية الدرقاق تضمها طالبات وطلاب مدرسة الثانوية، عندهم أمل كثير وعندهم طموحات. أحمد الطالب في المرحلة الثانوية وقف بالقرب من أحد الجدران المنهارة متذكرا لحظة انهياره بينما كان وزملاؤه يجلسون في داخل الفصل. وعادني أتذكر هذه الحادثة يوم سقوط هذا الجدار. المدرسة التي أنشئت في خمسينيات القرن الماضي وكانت ثاني مدارس المحافظة تخرج من صفوفها المئات من الطلاب، لكن ذلك لم يشفع لها ولم تلتفت السلطة المحلية لترميمها خلال أكثر من نصف قرن. في تقصير بالجهات المعنية وبالذات في مدار التربية في تقصير، نزلوا عدة مرات لكن لم يعملوا أي شيء. وعدنا بترميم وعدنا ببناء ولم يصلح أي شيء. الكثافة العالية للطلاب الملتحقين بالدراسة سنويا في هذه المنطقة جعلت الحاجة كبيرة لإنشاء فصول إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للدارسين من أبناء المنطقة. يعني هذا على أساس أنهم يبنوا مدرسة جديدة للثانوية، ولكن بعد هذا بنوا ثلاثة فصول، فصل إدارة وفصلين دراسية، يعني لم تفي بالغرض. يعني أخذت غرفتين من يعني صفين فقط، أما البقية ما يعني كلهم يدرسوا في صفوف أو في مدرسة آلة للسقوط. الفصول الإضافية في هذه المدرسة كانت حلاً نسبياً للتخفيف من التزاحم بين الطلاب، لكنه لم يكن حلاً للمشكلة الأساسية المتمثلة في تهالك مبنى المدرسة وعدم صلاحيته وتحوله لكابوس يهدد حياة عشرات الطلاب الجالسين على مقاعد الدراسة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.